انتي برضه تاني بقى. لا انا عاجبني كمان فكره عارفه الكلبشات هتكتب فين وفين ما تركبش. فيعني انا اتكونتي خطا كلها يعني لما الغلط كله هنا. فكانت طبعا عندي مكان هو في ناس بتتعامل مع عاداتنا باعتبار ان يعني خلاص هحط العربيه جنب بسيط لا الموضوع اكبر من كده بكتير. الموضوع مش سهل يعني دلوقتي هاتي ركن صف اول يعني انا عشان عايزه اقف في اي مكان هاتي ركن صف اول مفيش يعني حتى انا اي وقت ندور على ركنه بسيطه ما بقاش خلاص اي ركنات وبالتالي بديل هو الركن الصف الثالث يعني الثاني دي كانت فتره من مرحله بسم الله الرحمن الرحيم.